ونتابع معكم تحليل أداء الأسواق العالمية مع ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا أحمد. دعني أبدأ معك اليوم بأحوال الأسواق وما يحدث من عدة أخبار. نحن بانتظار بيانات التجزئة الأمريكية، وجولدمان ساكس أيضا في تقرير له خفض من توقعات دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود. إلى أي حد تعتقد أحمد بأنه الدولار بأدائه الضعيف اليوم أعطى فرصة ومتنفس لليورو ليسجل أفضل مستوياته السعرية في 17 شهر مقابل الدولار وأيضا للباوند؟ صباح الخير رولا وسالي. نعم، أتفق تقريبا مع بيانات جولدمان ساكس أو تقريرهم بإمكانية تأخر الركود. رولا، تأخر الركود بمعنى أن ندخل الركود في مرحلة 2024، في عام 2024، نظرا لعدة أسباب. البيانات الاقتصادية أو الأرقام الاقتصادية قد تدفع الفيدرالي الأمريكي على البقاء على فائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول مما تتوقع الأسواق. إمكانية ارتفاعات التضخم على ما أعتقد لا تزال واردة. معركة التضخم لم تنتهي بعد رولا. عندما ننظر إلى هذه الحيثيات، الأرقام الاقتصادية من جهة وإمكانية حتى عوائد السندات وانقلابها، قد يكون هناك إمكانية لدخول مرحلة الركود في عام 2024. نعم، بكل تأكيد قد تأخرت مرحلة الركود مما أعطى الاقتصاد الأمريكي بعض المتنفس لتغيير السياسة النقدية، وهو ما ألقى ظلاله أيضا على الاقتصادات الأخرى من جميع النواحي. كما ذكرت رولا، اليورو، الباوند قد سجلوا العديد من الارتفاعات مع انخفاضات مؤشر دولار اندكس تحت مستويات 100. على ما أعتقد ليست مقلقة كثيرا انخفاضات الدولار الأمريكي من الناحية الاقتصادية. عدة مرات جيرام باول كان قد ذكر حتى في الشهادة الأخيرة بأن الاحتياطات الدولار الأمريكي ليست مسألة الفيدرال الأمريكي، بل هي مسألة وزارة الخزانة الأمريكية. لذلك الفيدرال الأمريكي جم التركيز على السياسة النقدية من ناحية، وعلى إنهاء معركة التضخم بطريقة صحيحة من ناحية أخرى. بكل تأكيد جميع الاقتصادات العالمية تنظر إلى التضخم على أنه مرحلة صعبة جدا، قد تكون قابعة في الاقتصاد، قد تكون راسخة في الاقتصاد، وهو ما قد يخيف. مرحلة الركود على ما أعتقد قد تكون تسلسل هرمي. الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية على ما أعتقد بالتدريج قد يكون هنا التسلسل الهرمي رولا. نعم أحمد، يعني وهذا ما أكدته أيضا في تصريحاتها جانيت يلين فيما يتعلق باستبعاد موضوع الركود الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة. لكن لو تحدثنا هذه المرة عن بنك إنجلترا وتوجهاته أيضا بالنسبة لسياسته النقدية، خاصة مع ترقب بيانات التضخم والمتوقع أن تتباطأ أيضا وفق التوقعات لشهر يونيو، برأيك اليوم أحمد إلى أي مدى تسعير الأسواق بالنسبة لرفع الفائدة قد يكون بعيدا عن 50 نقطة أساس بالنسبة لبنك إنجلترا؟ وهل سنشهد بالنسبة في حال تباطؤ هذه البيانات ل 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل؟ نعم سالي، عندما ننظر إلى الاجتماع الأخير كان صدمة بالنسبة للأسواق 50 نقطة أساس، بالرغم أيضا من انقسام بعض التصويتات. 7 من الأعضاء قد صوتوا لرفع الفائدة، 2 من الأعضاء صوتوا إلى تثبيت أسعار الفائدة. المغزى هنا سالي بأن لا يزال على ما أعتقد مجلس بنك إنجلترا لا يزال منقسم بعض الشيء بالنسبة للسياسة النقدية. عندما ننظر إلى أرقام التضخم، نعم تباطؤ من 7.7% إلى من 8.7% إلى 8.2% مع التضخم الأساسي الذي لا يزال مرتفع عند 7%. فعلى ما أعتقد لا تزال هي أرقام مرتفعة تحتاج استمرارية تدخل السياسة النقدية. لما لا أن نشهد المملكة المتحدة عند مستويات هي الأعلى بين نظيراتها الاقتصادات الكبرى، ولما لا أن تكون حالة المملكة المتحدة مختلفة عن نظيراتها في الاقتصادات الأخرى، خاصة مع البحث عن الهارد لاندينج والسوفت لاندينج، السقوط الناعم أو الهبوط الناعم من انخفاضات التضخم أو الهبوط القاسي. على ما أعتقد المملكة المتحدة تتجه إلى المسار الأصعب، هو الهبوط القاسي، هبوط التضخم مع نمو ضعيف جدا. عندما ننظر إلى أرقام النمو فهي قاب قوسين أو أدنى أيضا من دخول مرحلة السلبية. فلذلك تباطؤ التضخم قد يكون مطلب أساسي، لكن تجديد السياسة النقدية سوف يكون مستمر. 25 نقطة أساس على ما أعتقد سالي قد تكون مفيدة بالنسبة للمملكة المتحدة لتعطيهم بعض الوقت لمتابعة أيضا سير الأرقام الاقتصادية في الفترة القادمة، خاصة مع التون أو نبرة أعضاء المجلس الاحتياطي وأندرو بايلي الذي ذكر بأن لا يزال هناك متسع من الوقت لتمرير أرقام التضخم للتباطؤ. قد يكون هناك بعض الشيء تباطؤ سالي في الفترة القادمة بالنسبة للتضخم. طيب أحمد،
نذهب معك إلى النفط. النفط في هدوء، مش على النفط، في هدوء بالنسبة للتحكم في العرض والطلب، وكأنه هدوء ما قبل العاصفة، لدرجة أنه لو وقعت الإبرة حنسمع رنتها، وهذا ما يحدث. لا أريد أن أشير ما حدث بالأمس تحديدا، ولكن أي خبر حتى لو لم يكن من وراء هذا الخبر حقيقة أو شيء يحدث يعني جلبة في سوق النفط، دليل على أنه نحن بحاجة إلى أخبار محفزة في السوق النفطي. لأي حد تعتقد اليوم النفط باحتياجه لسماع بيانات صينية كونه مستهلك كبير جدا، بيانات تتعلق بتخفيض إنتاج إضافي بالنسبة للمنتجين؟ نعم رؤيا، كما ذكرت هي مسألة العرض والطلب تنعكس بكل تأكيد على المسألة الحركة السعرية. عندما ننظر إلى الأسعار ما يقارب 6 أشهر من تداولات النفط ضمن رينج أو ضمن تداولات عرضية، تأثير واضح بكل تأكيد من عدم اليقين، حالة المخاوف التي انتشرت بين المستثمرين على الأسعار. بكل تأكيد الأخبار التي ظهرت في الفترة الأخيرة على الساحة، ومن ضمنها أيضا الصين، التفاؤل الذي كان مفرط في مع بداية العام اتجه إلى اتجاهات سلبية، اتجاهات تشاؤمية من ناحية النفط. نعم، أرقام الصين ذكرت في الفترة الماضية الشهر الماضي أن الاستيراد للصين بالنسبة للنفط قد ارتفع 1.6%، لكن على ما أعتقد هنا الأرقام قد تكون مضللة بعض الشيء رولا، عندما ننظر إلى أرقام الطلب العالمي. الطلب العالمي لا يزال منخفض، فقد يكون هناك توجهات بالنسبة للصين إلى تخزين النفط وليس هو مطلب من الطلب العالمي. فهنا مربط الفرس على ما أعتقد رولا الطلب العالمي، النمو عندما يسجل ارتفاعات سوف يكون انعكاسه قوي وسريع بالنسبة لتحركات النفط، بالرغم أيضا من السيطرة على استقرار أسعار النفط، وعلى ما أعتقد هو التوجه الأساسي الاستقرار أكثر من رفع الأسعار. استقرار الأسعار على ما أعتقد قد نجحت فيه منظمة أوبك، انخفاضاته عندما وصل 66 خام غرب تكساس تحديدا. الاستقرار السعري هنا على ما أعتقد هو المستهدف الأساسي بالنسبة لمنظمة أوبك، وعلى ما أعتقد قد نجحت فيه بعض الشيء، لكن الأرقام الأساسية أرقام النمو على ما أعتقد قد تكون هي المحرك الأساسي من الصين والاقتصادات الأخرى لدعم التفاؤل لمحو عدم اليقين. رولا، احنا بنشكرك أحمد، لكن في سؤال، كيف الشوب عندكم بعمان هاليومين؟ لا والله الجو حار الفترة هاي. إذا كنت معنا من عمان أحمد عز، تحليل طقس ليش لا؟ مرة الجاي ممكن فعلا. نعم، كنت معنا من عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. شكرا جزيلا على وجودك معنا. طبعا هي موجودة.